انا واحد من الناس اللي راني مابوني عند قنوات ثاني تاع اليوتيوب واحد اخرين، يعني اي واحد صاحب محتوى ولا يعجبني المحتوى تاعو نابوني ونقعد نتبعوكم يطلق فيديو كيما نتوما راكم ديروا معايا، كيما انا ندير مع واحد اخرين، كيما اليوتيوبر نفسهم راهم يديروا هكا. لا ماجوريتي ماشي كامل، كاين اللي تقعر شويه ما يديرهاش، ولكن كاين اللي يديرها يكون يعجبو محتوى يابوني ميم قناه صغيره ولا يابوني فيها ونخلي كومونتير ونخلي جام ولا خلي كومونتير عجبني فيديو ونخلي عجبني ما عجبنيش نقول علاش ما عجبنيش. ولكن كاين واحد لا كيستيون من الاول من قبل ما نفتح قناه اليوتيوب كتضل لي في راسي، ونفس السؤال راه يدور في راسكم نتوما ثاني، اللي هو اليوتيوبر هادوما ولا اليوتيوبرز هادوما اسكو ما يدخلوا دراهم؟ ما باش يدخلوا دراهم، واش راهم يربحوا؟ واش ما باش يربحوا؟ علاش فاتح قناه هذه باطله ويخدم لله في سبيل الله تاع بهذا والمونتاج وكذا والخرجه والسفر وما على باليش كاع باطل، وشنو هي الفائده تاعو؟ اليوم حبيت انا نعطيكم التجربه تاعي اعوذ بالله من كلمه انا خوتي، ونقول لكم باللي انا واحد من الناس اللي ترفهوا من اليوتيوب هذا، وراح نحكي لكم ليستوار تاعي من ال زد، واذا كنت صح رائد من لافامي رائد فلوك تبع الفيديو من ال زد وما تعطي والو منه وراح تاخذ العبره منه. خوتي خواتاتي مرحبا بكم في قناة ديالكم رائد فلوغ. الموضوع تاع اليوم رائد واش ربحت من اليوتيوب، كيفاش ترفعت من اليوتيوب. اليوم راح نحكي لكم خوتي الاستوار تاعي من ال زد بلا ما نخبي عليكم، والناس اللي تعرفني متابعين من الاول يعرفوني، ولا اللي كانوا يتبعوني على صفحات الفيسبوك يعرفوا الاستوار تاعي. انا كنت ناشط في الفيسبوك، يعني ما كانت عندي حتى علاقه مع اليوتيوب، ما كانت عندي لا لاشين لا والو. كنت ندير في واحد الصفحه تاع الهجره، كنت صاحب صفحه تاع الهجره انا واحد ليزادمين، كنا نعطوا نصائح للناس اكسيتيرا، وكانوا جامي ما وريت وجهي، كنت ندير لي لايف وكذا بصح جامي ما وريت وجهي. نهار سطاو لنا الصفحه هذيك داوها لنا حشاوها لواحد الادمين تماك في 2019، ديسيديت باش نفتح باجا تاع اليوتيوب، لاني انا اصلا كنت نتبع اليوتيوبر بزاف، وقلت علاش ما نديرش محتوى ديالي انايا ونوش نفس الشيء واش كنت ندير في الفيسبوك نعاود نديرو في اليوتيوب. وشنو كانت شويه ديفيسيل باسكو راح نقابل الكاميرا، يعني اول خطره شغل تقابل الكاميرا كانت فريمون ديفيسيل، شغل حاجه واعله وشغل تحكمك واحد الرهبه واحد لي برومي طون، باسكو راح الفيديو تاعك راح يروح للناس، والناس هذوك كل واحد فواحد كاين اللي يتقبلوا كاين ما يتقبلوش، كاين اللي غدير الفيديو الاول ثاني ما يتقبلوكش الناس كلاك فوكس، وكاين اللي لا كاين اللي يطلق فيديو الاول ثاني يعجبه الحال. بون انا ما كنتش فريمون حاسب اللي راح ننجح، ولكن قلت ندير لي فيديو ونمد النصائح بوجهي، وإلا الناس تقبلوني اللهم بارك، إلا ما تقبلونيش الناس نعاودو نغلقوها. وكنت بديت نطلق لي فيديو الأيام الأولى وين ما كان حتى واحد، كان لي زابوني كانوا واحد 5 ولا 6، حنايا الدار لا فامي لا بتيت فامي، وكانوا واحد 2 ولا 3 صحابي اللي نحييهم. ومن بعد مور ما طلقت واحد 3 لي فيديو بداو ينتشروا بواحد الطريقة، يعني شغل دخت أنا قلت سبحان الله، شغل فيديو تحط فيديو تلقى فيها 200 في شغل تقلع تقول 200 ناس 200 بنادم يشوف فيا، شغل تحس حاجه كبيره وما تقدرش تيماجيني كي تقدر تلقى لي كومونتير تاع، كيكونوا لي كومونتير تاع دوك اللي تعرفهم باينين، بصح كي يدخلوا لك عباد جدد ويخلي لك كومونتير يقول لك بارك الله فيك، ما تقدرش تيماجيني واحد الاحساس شغل تحسو، شغل تحس حاجه كبيره. الوغ نهار غلقت لاشين 100 ابوني شغل قريب ما فيتيتها، قريب ما درت عرسي، نهار غلقت 1000 ابوني ما تقدرش تيماجيني. ومن بعد يا اخي لازم 4000 ساعه و1000 ابوني باش يبداو زعما تقول باش يبدا يدخل لك الاشهار في القناه تاعك ويبدا يدخلوا دراهم. يعني اسكو اليوتيوب فيه دراهم؟ ما فيش دراهم، يكذب عليك اللي يقول لك اليوتيوب ما فيش دراهم، وكذاب هذا اللي يقول لك ما رانيش نخلص من اليوتيوب، وكذاب اللي يقول لك ما رانيش نستفاد من اليوتيوب، ولكن كل واحد كيفاش يستفاد. يعني دراهم اللي يدخلوا القناه هذه مش كيما القناه هذيك، سا ديبون المتابعين تاعو منين، الى كيما احنا المتابعين تاعنا اغلبهم من الجزائر تونس المغرب، وكاين انا يعني الحمد لله كاين متابعين من اوروبا تانيت،
مام الماريكان اكسترا، يعني سا ديبون المتابعين تاعك منين الاصل تاعهم، يعني منين راهم يشوفوا فيك تما كيبدا يحسبوا لك دراهم شحال. ولكن والله الذي لا اله الا هو، يعني نهار فتحت القناه تاعي ريحت قريب، شوف قريب عام، قريب عام وانا ماشي ماكتيفير خلاص الدراهم تاعها، ماشي مدخل الكونت ديالي، يعني والله الذي لا اله الا هو، يعني قريب عام ما دخلتش الكونت تاعي في اليوتيوب، باسكو دي ديبي ما كنتش ماشي فتحت قناه باش نترفه ولا باش ندير دراهم، ما لا كنت شغل غير نافونسي قد ما الناس يشكروني ولا خلوا لي كومونتير انتيك، نزيد نافونسي نافونسي، نقول اليوم نزيد ندير فيديو واحد اخر مع زيد، حتى المواضيع في راسي بزاف مليار موضوع، قريب ما وليت ندير فيديو صباح وعشيه، وكاين دي مومون والله كاين بالك لي فيديو اللي حطيتهم دو فيديو في النهار، مواضيع بزاف وحكايات بزاف وشغل تحلالك، اليوم تحط موضوع الناس يتجاوبوا معاك، وغدوه تشوف لاشين تاعك غير تكبر غير تكبر، والناس تشجع تاع الناس اللي ما تعرفهمش كامل، خلينا قلت لكم قبيل الناس اللي تعرفهم باينين، وانما كيجوك تشجيعات من عند الناس ما يعرفوكش كامل بدا يدعوا لك بالخير، يعني زيد تحكمك واحد لافولونتي تقول خلي نزيد نكمل. اي بقى رائد فلوج كيفاش ترفاه من اليوتيوب، يعني هذا هو بيت القصيد، وكامل راكم تستناو واش ربحت انا من اليوتيوب، انا ربحت من اليوتيوب ربحتكم انتوما خوتي، قسما بالله الذي لا اله الا هو، غير نهضر معكم من قلبي، يعني ما حتى حاجه تسيف عليا باش ندير فيديو كيما هذا، ولا انا جوسكا ميتنون كي ندخل نحط فيديو ونبدا نقرا في لي كومونتير سي نقرا ماكسيموم، دي فوا تحط فيديو دو سور بلاس، انا مازال ما طلقش التليفون من يدي نلقى قريب 1000 فيو، شغل 1000 واحد راهم بروشي في هذوك لي سكوند الاولين، غير تطلق فيديو راهم بروشي معاك، تطلق يا ربي ما على باليش انا مي با دقيقه ديجا 1000 واحد شافوا، عواقب واحد الاحساس كو كاين الناس تحبك بلا ما تعرف، كاين الناس مدايره فيك ثقه، وقد ما كبرت لاشين تاعي قد ما ولات عندي مسؤوليات كبيره، قد ما علاش انا نقول لكم ماشي انتوما، انتوما ماشي متابعين تاعي، دائما نهضرها ونعاودها نقول بلي انتوما خاوتي، خاش لقيت انا تشجيعات بالك لقيتها من ناس ما نعرفهمش، ناس انكوراجوني من بعض الناس اللي قراب ليا، مانيش نهضر على لابتيت فامي، لابتيت فامي الله يخليها لي، وصحابي يعني عندي صحاب تقدر تحسبهم على يدين، هادوك ربي يخليهم، ولكن كاين الناس اللي من لا فامي بالها من صحاب، الناس ما وقفوش معايا وما شجعونيش كيما ناس ما نعرفهمش، ناس عارفوني تربوا معايا عاشوا معايا تجوزنا دي مومون كيف كيف، ما بيش ما بقاش شجع منهم كيما لقيتو من عندكم انتوما الناس اللي ما تعرفهمش من كاع الولايات الرب العالي، يعني شغل ماشي غير يتبعوني من الطليان ولا ولاد حومتي من الجي ولا يتبعوني من كاع الولايات 48 ولايه من الصحراء، الريح شويه خاوتي الغالب من الصحراء من الغرب من الشرق من فرنسا من اسبانيا من المكسيك، لاشين قاعده غير تزيد، قد ما يزيدوا الناس قد ما انا نزيد نفرح، قد ما نزيد المسؤوليه تاعي، قد ما نزيد نحبكم اكثر ونحب واش راني ندير، نحب واش راني ندير، دراهم كاين الناس دوك يقول لك دراهم دراهم سي فري دي فوا يدخلوا لك دراهم ما نكذبش عليكم خوتي يدخلوا لك دراهم، بصح لو كان نقارن يعني التعب تاعك اللي راك ديرو في حاجه تحبها وكي يدخلوا دراهم كي يدخل لي دراهم نروح نشري كاميرا نروح نشري باتريات نروح نشري هذيك شري هذيك شري ماتريال شري ما على باليش انا والله لا ماجورتي تاع الدراهم اللي يدخلوا لي ننفستيهم في واش راني ندير تشري ميكرو، يعني هاي الفايده هذه ثاني فايده، يعني راك تقدم محتوى وتشوف تقعد تسقف في لاكاليتي تاع الصون تسقف في لاكاليتي تاع الكاميرا تسقف هذيك، ومن بعد تلقى باللي في المونتاج تاعك راك تتعب والميكرو تاعك شويه ثقيل تستنى تبدا تلم دراهم وتزيد تشري ميكرو اسيد وسويت كيما دوكا مزيان نلمو في دراهم ماشي غير انا واحد اليوتيوبر نلمو شويه في دراهم باش نشرو كاميرا شابين خير من هادوما، تما قاعد غنطور ماذا بيا لو كندير استوديو كندير بيرو تاعي غير اليوتيوب، بزاف لي بروجي في راسي باش نقدم لكم محتوى احسن واحسن، ودائما نحاول يعني سي فري ماشي كاع المواضيع اللي حطيتهم انايا بالك 100% راني يعني جوست فيهم، الانسان يخطئ ويصيب، ولكن دائما نحوس باش نجيب لكم المعلومه من لا سورس، دائما نحوس كيفاه لحق لكم صوت الناس اللي ما يلحقوكمش، دي فوا نهضر عفايس على حياتي، دي فوا نهضر على عفايس على حياه الحراقه، دي فوا عفايس على الاوراق، دي فوا على مشاكل الناس، دي فوا ياكلني قلبي على وليد بلادي على بنت بلادي تلقاني نكلاشي في فلان كلاشي في فلان نكلاشي في قناه فلانيه، باسكو ياكلني قلبي على ولاد بلادي ولا على بلاد بلادي على بها تلقاوني دي فوا نهضر بحراره دي فوا وكاين دي فوا نغلط
دي فوا الناس يصحوا لي دي فوا، ولكن والله نسيب ماكسيموم باش تكون المعلومه صحيحه على الاقل 90 95%. نبدا نبحث ونحوس على لاسورس منين نجيبها واسكو صح ماشي صح. دي فوا الناس تخرج هكا كاش عارف الناس قاعد يبداو يطلقوا لي فيديو على جال لي في الاولين هذوك. انا تلقاني 3 ايام 4 ما نطلقش فيديو ونصبر ونقول خلي معليش حتى نكونفيرمي صح واش كاين واش ما كاش باش نطلق الفيديو. ما نحبش من غدوه واحد من الناس يقول لي يا رائد خساره عليك. نزيد نقول لكم حاجه، باغ اكزومبل كنعيط للوالده الوالده تاعي اللي هي وحده من المتابعين المتابعات المتابعين وحده من المتابعات تقرا لي كومونتير تاعكم وتقول لي نشبع فرحه، هي تشبع فرحه كي تلقاكم دوما تدعيو للوالده ديالي. سي تو مامون اللي تقول وليدي كبير وراه يدير في حاجه والناس يدعي له بيا، يعني يقولوا لي الله يرحم لك الوالدي الله يرحم لك الشيء اللي جابتك. لي ميساج اللي يلحقوني بالالاف بالالاف، دي فوا دي فوا ما قدش نرد قسما بالله يا خوتي، غادي فوا مع المره تاعي غنولوا ندوسوا في الليل باسكو تلقاني في الميسنجر ريبوندي على الناس. سي قبل ما نرقد 11 12 تاع الليل سي ريبوندي على الناس حتى نولوا ندوسوا. نسيج ماكسيموم نكون قريب ليكم باسكو نتوما راكم قريب ليا. نقرا لي ميساج تاع الناس يعني شغل لعبك دي فوا راسي يحبس دي فوا الدمعه تجي تطيح لي. واحد سمى وليدو عليا، واحد يقول لي والله زاد عندي طفل نسميها عليك، واحد يقول لي نحبك في الله بزاف، كل واحد واش يقول لي. هذوك هاد لي ميساج تاعكم كامل زيدوا يطلعوا لي المورال والتعب اللي راني نديرو ماشي خساره خاوتي، والدراهم تاع اليوتيوب ينعلبوهم بارابور ليكم نتوما، يعني نتوما الكنز تاعي تاع الصح ونتوما الفايده تاعي. وانا واش ربحت في اليوتيوب هذو؟ ربحت نص مليون اخوه اخت، ربحت نص مليون شخص راه يدير فيا كونفيونس. عباك ماشي 500 ماشي 50، نص مليون بنادم يحبني في الله، يعني ما عنده حتى فايده مني، يستفاد من المواضيع تاعي ولكن يدير فيا ثقه. نص مليون هذه راح نرجعوها ان شاء الله 10 ملايين وكثر، ومازال ان شاء الله بكم نزيد نافونسي وما راحش نحبس. واللي يحبوا يطيحوني ويفشلوني انا والله ما نحبس. بخاوتي عندي نص مليون يا محاينك، نص مليون او يعاون فيا، ماشي نص مليون او يكريتيكي فيا، ماشي نص مليون او يسب فيا، باسكو كاين اليوتيوبر شغل هات برك يطلق فيديو على جال الدراهم. انا لو كان جيت نحوس على الدراهم راني نسكن في الطاليه خاوتي، نقدر نجيب مدام نحطها معايا وندير لكم لي فلوق بها غير على جال الدراهم. واكو تعرفوا انتوما يعني مدام في اليوتيوب تجيب لي في من كامل العالم، الناس قاعد يدخلوا تلقاهم بلدان كامل ما عنده حتى علاقه مع الجزائر ولا مع الموضوع اللي نهضر فيه، هذا برك يدخل يشوف هذيك الطفله. ولكن انايا المتابعين تاعي باش ما يتبعونيش على جال مدامات، باسكو ما عنديش انا مدامات، انا جامي ما حطيت مدامه معايا في اليوتيوب، يتبعوني على واش نهضر، يدير فيا كونفيونس على واش نهضر، والدراهم ينعلبوهم بارابور ليكم نتوما، ومامي لا دخلوا لي دراهم ما نقولوش لا ماشي باش ملاح، ملاح دراهم خاوتي، دراهم، المال والبنون زينة الحياة خاوتي. بصح ان شاء الله بالدراهم هذوك نزيد نافونسي ونشري حوايج واحد اخرين ونافونسي في الماتريال، نافونسي في لي بروجي اللي في راسي. وان شاء الله كاين بزاف احلام راني حاب نحققهم قسما بالله معاكم خوتي، وان شاء الله القناه هذه راح تزيد تكبر وراح تزيد تواصل. وجمع واحد حاب يكسرني ونقول له مستحيل ما تقدرش تكسرني خويا، مستحيل، انا عندي مرايا رجال ونساء اللي هما نتوما. جام وكومونتير ولحقوا لي هذا بالجماجم قد ما تقدروا خوتي، لي كومونتير كاع خلوا لي كومونتير، اي واحد يشوف الفيديو هذا خلي كومونتير، واللي ماهوش مابوني روح تابوني خويا يهديك ربي ما تغامرش بينا. نموت عليكم خوتي، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد موضوع جديد. وراكم خوتي قبل ما نغلقوا وراكم هاكو كتبتوها كاع في القلب خوتي. السلام عليكم خوتي، تشارو كاتسي.